سيب حضراتكم مع السوشيال وقول لكم تصبحوا على خير، وبكرة حلقة جديدة من آخر النهار. أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، واحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها قصة الفرخة التي شغلت المصريين والرأي العام طوال الأيام القليلة الماضية، لدرجة أن وسائل الإعلام المحلية اضطرت لإبراز خبرها رئيسيا بعض الشيء، علما أنه لا وجود في مصر لتلك الدجاجة الوهمية على الإطلاق، بل اخترع قصتها بيت مصري خدع بها الإعلام والإعلاميين، ليتضح أن العملية التي أجريت لها بعد تردد أنباء عن كسر ساقيها وبلغت تكاليفها 7000 جنيه، أي تقريبا 440 دولار، أن صاحب الفرخة أو الدجاجة التي وقعت من الطابق الثاني في مدينة مرسى علم هو سويسري مقيم في مصر ويحب الحيوانات ويتعامل مع الدجاجة تعاملا إنسانيا، وأن الذي أجرى لها العملية ليس مصري وإنما برازيلي. تداول رواد السوشيال ميديا صورا لمنزل الزعيم الراحل أحمد عرابي الذي تميز ببساطته بمحافظة الشرقية رغم 19 عاما عاشها في المنفى بسريلانكا، وتميز المنزل بأطر خشبية معلقة على جدرانه تحمل وثائق تاريخية، ويضم المبنى بالطوب اللبن 3 حجرات مع وجود مصطبة طينية داخل الغرفة الرئيسية طولها متران وعليها مرتبة من القطن مغطاة بملاءة تعود إلى ما يقرب من 50 عاما، بالإضافة إلى سلم خشبي توسط البيت الصغير. تداول رواد السوشيال ميديا جاكيت يحمي من عدوى الوباء القاتل، وكان هذا ما توصلت إليه إحدى مصممات الأزياء الإيطالية التي ابتكرته للحماية من فيروس كورونا، ويهدف الجاكيت إلى القضاء على التباعد الاجتماعي وتسهيل التواصل من خلال السماح لمن يرتديه بقراءة حركة شفاههم أثناء التحدث. في مشهد إنساني وضع أوجاعه وآلامه جانبا وولى اهتمامه نحو صديقه العالق بسريره المتصل بأجهزة عديدة داخل إحدى المستشفيات بإحدى الدول الأجنبية، ليضرب مثلا كبيرا في الصداقة وأصولها، فبكل لطف قام الطفل الذي يبدو عليه إصابته بمرض السرطان بمساعدة صديقه النائم في سريره المزود بأجهزة عديدة بعد عودته من جلسة علاج كي يتمكن من الوصول إلى غرفته. Gigi. Let me fix it. إسراء سعد آخر النهار.